بسم الله الرحمن الرحيم. فهو تكريم لعبد الحق النوري والاب ديالو اللي حضر خصوصا من هولندا اللي حضر معنا في نادي الرحال لكرة القدم. وهذا الاحتفاء هو كنعبروا ليه كشعب مغربي اللي شعب متضامن اللي كيحب الخير لبعضياته، وكنقولوا ليه راه حنا في الجنب ديالك، في الجنب ديال المرض ديال الولد ديالك اللي استمر طويل كما كنعرفوا من السقوط ديالو في الملعب، دابا راه 4 سنين، وكنأزروا الاسره ديالو وكنتمنوا ليه الشفاء العاجل ان شاء الله، ونتمنوا ندخلوا عليه بالصحه والسلامه ونشوفوه واقف على رجليه ان شاء الله. وضروري الشرف ديالنا باش يكون في نادي الرحال لكره القدم القميص ديال الاخ عبد الحق النوري اللي جابوا لنا الاب ديالو.